تعرض نحو 30 موقعاً إلكترونياً تابعاً لوزارات وجهات رسمية في العراق، من بينها ما يعرف بجهاز الأمن الوطني، للاختراق من قبل مجموعة تطلق على نفسها اسم ماكس برو. وتحدثت المجموعة عن عمليات ابتزاز يقودها مسؤولون في جهاز الأمن الوطني. نشرت المجموعة أسماء بعض منهم على واجهة المواقع الحكومية المخترقة، متهمة إياهم باستغلال مناصبهم لتمويل مكاتبهم في بغداد وتمويل شخصيات زائفة بموارد حكومية على حساب الدولة. أضافت أن المتهمين المعروض أسماءهم في جهاز الأمن الوطني يقومون بتسليم معلومات المواطنين الشخصية ومعلومات تخص الأمن العراقي لسماسرة ومبرمجين في دول عربية وأفريقية لكسب الأموال أو لنيل الشهرة، بجانب عمليات ابتزاز لشخصيات عراقية من الوسط الفني والوسط الجماهيري للترويج لأنفسهم. هذه الصور، بعض الصور المواقع الحكومية المخترقة التي نشرت على المواقع الحكومية بعد الاختراق من قبل هذه المجموعة التي تطلق على نفسها ماكس برو. اتهمت جهاز أو ضباط في جهاز الأمن الوطني بأنهم يقومون بنشر وبيع معلومات عن المواطنين العراقيين ومعلومات تابعة للحكومة. طبعا أما التعليقات على موقع فيسبوك حول هذه الحادثة، حادثة الاختراق والتهكير، فكانت كثيرة. دعونا نتابع بعضا منها. أنيس عبد المحسن قال: غالبية المواقع الحكومية لا تتبع المعايير الأمنية في مواقعها، وأبسط مثال على ذلك موقع رئاسة الوزراء الذي يستخدم البروتوكول بدلا من البروتوكول الآمن. علي محمد المطر قال: موظفين أو موظفون دمج، هذه نتائجها. ياسر قال: وينها وزارة الاتصالات من تحكي وياهم؟ يقولوا لك سيرفراتنا محصنة وما حد يخترقها، مبينين بوخة وبس هوسة. العزاوي قال: ويريدون يحمون المواطن من التهكير، دحموا روحكم. الكناني: العراق من زاخو إلى الفاو مخترق كما يقول. إبراهيم السادة: المفلس بالقافلة أمين، اخترقوا أو لا تخترقوا، فقير والتجاوز ماكلها.